التي ترمي إلى تعميق البحث وتوفير الاستشارة والخبرة وتتبع ورصد التجارب الوطنية والعالمية في مجال جغرافيا علاقته مع محيطها. كما هو لجنة التنظيم على حسن اختيار الموضوع لأنه يقع في صلب اهتمامات الدول ومنظمات والهيئات المختصة خاصة في هذا الدور هذا الوقت الحالي التي تدخل في بلادنا عصر اقتصاد أزرق. التي توجهت لاستغلال خيارات البحر وهو فيما يخص الحالة في المغرب هو متوقع في ذاتية يعني صغيرة حد لما في حد ذاتها في الوقت الذي المغرب يتوفر على وجهة زرقاء تفتح أمامه قريبا نصف الكرة الأرضية. هذه مناسبة سبقتها مناسبات أخرى وستتلوها أخرى إن شاء الله لتعميق النقاش حول أهمية الصناعات البحرية خاصة جرف الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية ممتلئة جرف الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية. أيها السيدات والسادة، لا يخفى عليكم أن الجرف عملية جرف بنوعيه الصيانة والاستغلال كان رافدا من روافد التنمية المحلية والوطنية وهو نشاط جعل من المغرب بلدا رائدا قرنيا في هذا المجال ومكن المغرب طوال 50 سنة من الحفاظ الماضية من الحفاظ على رقم كبير من الرؤوس الصعبة بدل اللجوء إلى الاستيراد بتواجد بالطبع الشركة الرائدة ليدراكو اللي في الأصل كانت شركة وطنية وتم في أواخر التسعينات تفويتها في إطار برامج الخصصة لشركة خطرة مهمة. كما قلت كما مكن المغرب من المحافظة على بنيته المينائية المدنية والعسكرية بتكلفة منخفضة. كما مكن المغرب من ممارسة دبلوماسية موازية لخدمة قضايانا الوطنية من خلال مساعدة دول شقيقة وصديقة لا زالت تعترف بالجميل لنبل المهمة وقيمة الخدمات والإنجازات تطول فتجربة 50 سنة يمكن اختزالها في دقائق. حتى لا أطيل عليكم أجدد شكري لكل الحضور وسأكون سعيدا معكم لاستماع واستفادة من تفضلة أهل العلم وفي انتظار مخرجات وتوصيات هذه الندوة والحضور